أقسم بالله أن أكون مخلصا لقيم الحرية. أقسم بالله الذي منحنا الحرية أن أدافع بكل كياني عن حرية الإبداع في الفكر والأدب والفن والعلم. أقسم بالله الذي منحنا الحرية أن أدافع بكل كياني عن هوية مصر وتراثها الحضاري بكل منجزاته الأثرية والأدبية والفكرية والفنية. أقسم بالله العظيم أن أكون مستعدا للتضحية بحياتي ثمنا لحقي وحق الآخرين في التعبير عن الرأي، والله على ما أقول شهيد. القسم ده على فكرة يا جماعة مجموعة من الأدباء الفنانين بكل أقسام الفن، مجموعة من السياسيين اجتمعوا في نقابة الصحفيين وقالوا، كلهم أجمعوا أنه لازم نحافظ على الكيان الخاص بحرية الفكر، حرية الإبداع، حرية والحفاظ على تراث مصر اللي بقاله 7000 سنة بدون ما نبقى بنحاول بعض الآخرين أنه يقول لنا نعمل إيه وما نعملش إيه، أو بمعنى أصح الكلمة اللي كلهم كانوا بيقولوها في نقدر نقول المؤتمر أو التجمع ده، تكفير الفكر، ولازم يبقى فيه حرية في الفكر. دول مجموعة وسموا نفسهم هو جبهة الدفاع عن الحرية والإبداع. معايا ضيفي ومشرفني الفنان الجميل الأستاذ محمد عبلة، الفنان التشكيلي وأحد مؤسسي جبهة الدفاع عن حرية الإبداع. صباح الخير يا فندم. أهلا. صباح النور أستاذ محمد. بعد إذنك، أنتوا إزاي اجتمعتوا؟ لأنه كان عدد كبير جدا من الفنانين، عدد كبير جدا من السياسيين، عدد كبير جدا من الشعراء والأدباء، اتجمعتوا إزاي؟ وفي كانت في مجموعات بتشتغل منفردة في قبل الاجتماع أو قبل المؤتمر، كان كله بيشتغل مهموم بمستقبل حرية الفكر والإبداع في مصر. فكان المجموعات كل واحد بيشتغل في ناحية، وبعدين حصل إن احنا عرفنا ببعض. يعني احنا كنا بادئين من أكثر من شهر ونص في أتيليه القاهرة، نعم، بنعمل لقاءات ازاي ان يعني يبقى في حاجه لحمايه يعني الفكر المصري والابداع المصري في الفتره اللي جايه، لان يعني احنا داخلين على مرحله جديده وفيها دستور بيتكتب وفي يعني بتتحدد شكل المستقبل يعني. تمام. ف اشتغلنا وعملنا تصور كده ان احنا نشتغل على محورين، يعني نحاول ان احنا نجمع المثقفين والمبدعين في كل الاتجاهات ونتصل بالنقابات ونجمع بعضنا ونشتغل على محورين اتنين بس. كان الخط واضح قوي ان احنا نشتغل على تكوين جبهة للضغط في للتأثير في كتابة الدستور، بمعنى ان احنا مجموعة يبقى فيه من 100 اللي هيكتبوا الدستور يبقى فيه 10 على الأقل من المثقفين والمبدعين يبقوا من اللي بيكتبوا الدستور، عشان ده حقهم. نعم. كمعبرين عن ملايين يعني بيشتغلوا في الاتجاه ده من كل الاتجاهات. والجزء الثاني تكوين جبهة قانونية للدفاع عن أي مبدع أو مفكر أو باحث بيتعرض بقى لأي نوع من أنواع المنع أو الهجوم أو كده. فكان دول المحورين اللي بيشتغل عليهم. بعد كده محمد، بدأ نقطع كلامك. أنا عارف إن هو كان كنتوا في مجموعات لقيتوها في مجموعات ماشية في نفس الاتجاه، ومجموعة تانية، مجموعة تالتة، بالظبط، صح؟ هم تلات مجاميع تقريبا ولا أكتر؟ لا، هو الحقيقة كان في أكتر. فجأة اتجمعتوا؟ لا، هو مش فجأة، هو احنا يعني هو كان كل المجموعات دي عندها نفس الأهداف، إن هم يتصلوا بالآخرين ويبدأوا يطرحوا فكرتهم على بعض. فحصل الالتقاء، يعني أنا قابلنا الأستاذ داود عبد السيد وقال لي احنا بنعمل كذا في غرفة صناعة السينما، أنا سمعت بتعملوا حاجة في الأتيليه، ما بدل ما نشتغل منفردين تعالوا نشتغل مع بعض. كويس قوي. وهكذا بقى، قال لي ده في الأستاذ أحمد حلمي ومنى زكي عاملين مجموعة، الأستاذ عمرو واكد كان عامل مجموعة، سعد يونس ومحمد العدل كانوا شغالين في مجموعة، أستاذ خالد يوسف شغال. فيعني قلنا بدل ما الجهود تبقى موزعة طالما الأهداف واحدة، نعم، نتجمع. ودعينا لكام اجتماع نتناقش، وعملنا المؤتمر الأول اللي هو ده مؤتمر جبهة الإبداع المصري.
طيب من ضمن البنود حضرتك عدم القبول بنزع روح مصر ووجدانها وعدم السماح بتغيير ملامح الشخصية المصرية الراسخة منذ آلاف السنين. إيه هو المقصود بالبند ده؟ لا يعني بمعنى ان مصر، اصل مصر قديمه جدا، يعني قديمه قدم التاريخ، يعني اول حضاره في العالم، اول حضاره اكتملت في العالم كانت في مصر، ومصر مر عليها يعني طيوف من الحكام والفلسفات والعقائد والملل والنحل، يعني بقالنا يعني آلاف السنين، يعني هي من 7000 سنة، يعني 12 سنة مكتوبة، يعني من أول الرسوم اتلقت 12 ألف سنة، يعني ده الحاجات المسجلة يعني. نعم. ففي طبقات كتيرة جدا كونت الشخصية المصرية، وأي إنسان مصري لما تيجي تبص على الجينات بتاعته، الجينات الجسدية والجينات العقلية بتاعته، هتلاقيه هو مكون من طبقات كتيرة جدا، وهي دي اللي عاملة الشخصية المصرية. نعم. فما ينفعش إن احنا ننزع أي معطى من معطيات هذه الشخصية، عشان هو دي مصر، يعني دي مصر. لما تبقى مصر يبقى كل الحاجات دي، يبقى رمسيس، يبقى توفيق الحكيم، يبقى أم كلثوم، يبقى الإمام الشافعي، يبقى يعني حاجات كتيرة جدا. مصر دي حاجات كتيرة، فما نقدرش إن احنا نغلب شخصية أو ملمح على الملامح الأخرى، فهي يعني عاوزين نحافظ على هذه التركيبة المصرية الخاصة أو الخالصة يعني. خوفا من ايه؟ أول حاجة، مفيش مجتمع بينمو الا لما العناصر دي تبقى مكمله لبعضها، بمعنى انك انت دلوقتي احنا بنتكلم على نهضه مصريه جايه واقتصاد، وهنعمل وهنصلح وهنعمل، ما تقدرش تعمل اقتصاد من غير ثقافه. يعني احنا مصر كانت منتعشه اقتصاديا لما كانت السينما منتعشه والادب منتعش، فكانت يعني مجرد انك انت تبقى مصري في اي حته في الدنيا تبقى كده، اي حاجه منتج مصري بيشتري القميص اللي مكتوب عليه مصر، هو بيشتري معاهم ام كلثوم ونجيب محفوظ وتوفيق حكيم، وبيشتري كل التاريخ ده معاه. يعني صورة أي بلد مهما، يعني حتى أنت لو بتنتج يعني سلاح مثلا، السلاح الأمريكي مش هتشتريه من غير ما تفكر في أفلام الفايتنج والحاجات، يعني ده الإيميج ده بيتباع مع أي منتج. فمصر عشان تبقى منتعشة اقتصاديا، عشان تنمو، محتاج انك انت تطلع معاها كل الحاجات. ومن اهم الحاجات اللي هي بقى الغلاف اللي بيغلف اي نهضة، اللي هو الثقافة والفن، هو ده اللي بيخليك متقبل لواحد، نعم، وتشتري منه وتتعامل معاه، هو ده. فعشان كده ده الخوف، ان ممكن الناس تتصور ان احنا هنشتغل ونعرق. ما تشتغل وتعرق ماشي، بس مين اللي هيعبر عن العرقان ده وهو راجع اخر النهار؟ يعني مين اللي هيحسسه بان العرق ده له فايده وان المستقبل ممكن يبقى احسن؟ مش ممكن الناس تقعد تشتغل بس، يعني هي محتاجه. ومين اللي هينزله يشتغل اصلا من غير ما يبقى في واحد فنان او مثقف يكلمه عن بكره؟ يعني ما نقدرش نتكلم عن بكره من غير فن وثقافه، ما نقدرش ان نناقش نتكلم عن المستقبل كمجتمع من غير فن وثقافه، ده مهم جدا. استاذ محمد، يعني وانت بتتكلم حضرتك سرحت كده في اللي حضرتك قلته، انه فعلا احنا في السنوات الستينات والخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات تلاقي ان اللغه المصريه كان في جميع انحاء العالم العربي طبعا هي اللغه المسيطره، وهي طبعا اللغه اللي كل الناس يتباهوا ان هم بيتكلموا مصري، او طبعا لهجة مصرية طبعا بضحك او بهزار او بجد او طبعا طبعا ايا كان. طبعا. انت مش ملاحظ دلوقتي حضرتك، معلش انا هخرج عن الجبهه شويه، لا بس لا مش ملاحظ ان احنا ابتدينا دلوقتي رايحين ناحيه المسلسلات والافلام اللي معموله باللغه التركيه طبعا واللغه الكوري، اللبنانيه واللغه السوريه كوري اكتر كوري كمان والكوري؟ طبعا. ما هو ده لما الشعوب بتفقد ايمانها بذاتها وما تبقاش عارفه تتعرف على نفسها، فبتبقى دي فرصه انك انت تدخل بقى في نفس في كيان الوطن ده حاجات تخله. ولذلك احنا مثلا كانت الايديال او الناس النماذج والرموز بتاعتنا ابطال المسلسلات وابطال الروايات والقصص فتخيل الوقت انك انت المثل بتاع الشباب مهند والحاجات دي كلها، طبعا دي حاجة خطيرة جدا، يعني خطيرة مش بس يعني خطيرة بدرجة عالية، انك انت
لما بيبقى المثل بتاعك مش منك فانت بتتبناه على بعضه، يعني بتتبناه في طريقة لبسه طريقة كلامه، وبعد كده بتبدأ تشوف هو بيفكر ازاي يعني. فلما الشعوب تستورد مثل عليا من حضارات تانية ومن شعوب تانية، فيبقى في لازم يبقى في خلل في المجتمع. طيب انا النهارده صدفه، يعني صدفه، قريت في الجرنان ان حزب الحريه والعداله اخوان المسلمين في خبر في الجرنان النهارده، مش فاكر الاهرام او مصر اليوم، بيتكلم على انه عندهم اتجاه وعايزين يعني يدفعوا في اتجاه انه يبقى في تشجيع للسياحه عن طريق ان احنا نعمل نوع من التأكيد في مسلسلاتنا او الاعمال الفنيه او الافلام او على الاماكن السياحيه في مصر بشكل او باخر. تعليق حضرتك ايه؟ هو عامه في فرق بين الافلام الدعائيه والافلام، يعني دي حاجه ودي حاجه. يعني الفن، اصل الفن ده منظومه على بعضها. لو جينا قلنا اوكي طيب نخلي بقى البطل وهو بيتكلم يقول له تعالى نروح شرم او قابلني في الجونه او يعني ماشي، لو مقحم طبعا هيعمل رد فعل عكسي. يعني كان في زمان مسلسلات كانت قايمه على فكره ان الممثلين طول الوقت قاعدين بيقولوا اعلانات، فطبعا ما مشيتش. كان فاكرين محمد رضا زمان كانوا عاملين مجموعه مسلسلات فما كانتش بتمشي. طبعا هو الفن يعني هو يكفي ان يتعمل فن كويس، هو ده اكبر دعايه. مش لازم ان احنا نقول للممثلين البسوا هدوم سويه عشان الناس تروح سيوه وبتاع، لا طبعا. يعني مش طبعا بالطريقه دي هيجيب رد فعل عكس والناس مش هتيجي ولا حاجه. هو انت تسيب الفن فن وتعمل افلام للترويج السياحي لوحدها تتعمل كويس. كل يعني احنا تركيا مثلا بتعمل اعلانات صغيره جدا لترويج السياحه مبهره. يعني تايلاند بتعمل اعلانات للسياحه في ثواني، يعني اعلان من دول تجيب الاف البشر كل يوم. فالافلام والفن سيبوه بس هو يتعمل، وهم ويتعملوا الافلام الدعائيه اللي هي تبقى فعلا معموله بشياكه ومعموله كويس. فدي لو اتعملت كويس هتأدي غرضها، ودي لو اتعملت كويس تأدي غرضها. لكن يعني لو دراع الموضوعات بيبقى صعب شويه. من ضمن الحاجات يعني من ضمن الحاجات اللي انتوا كنتوا بتطالبوا منها في الجبهه الدفاع عن الحريات، حاجات خاصه بالكيان المصري والحفاظ على هويه مصر الثقافيه والادبيه والفنيه. من ضمن الحاجات بقى في حاجات سياسيه شويه، عدم اخماد الثوره طالما ان هناك فقيرا على ارض مصر يباد جعان وشقيقه في الوطن ينعم بالمليارات مليارات. عدم اخماد الثوره طالما ان هناك في السجون الاف من ابناء اصروا على استكمال ثورتهم. من ضمن الحاجات برضو اللي قلتوها في المؤتمر، عدم اخماد الثوره الا باعلاء دوله القانون والوقوف سواسيه امامه، فليس من العدل ان يكون هناك من يصل الى المحاكمه في طائره وغيره يسحل في الشوارع. كان في اتجاه ومطالب سياسية، مش مجرد حاجات آراء ثقافية وفنية والحفاظ على هوية مصر. ما هم الفنانين دولت ما هماش بس بيعملوا، يعني أقول ما بيعملوش فن كده فن للفن. يعني احنا بنرسم واللي بيكتب بيكتب واللي بيغني بيغني، مش دي كلها مش مجرد يعني في الهوى. يعني كل الفن عامة هو أصلا أداء سياسي. يعني الفن هو ممارسة للسياسة. يعني أي فنان بيعمل فن كده للمتعة الشخصية ده المفروض يعمله في بيتهم. يعني الفن لازم يكون له هدف. فالفنانين الكويسين المحترمين طول عمرهم منذ بدء الخليقة حتى الآن هم بيتكلموا في سياسة. يعني لو تشوف حضرتك حتى التترات بتاعت المسلسلات
ما تشوف الأشعار اللي بيكتبها سيد حجاب ولا الأبنودي، كل ده كلام سياسة، ما هوش كلام في المسلسل. نعم. أي فنان محترم لما بيرسم هو بيتكلم في السياسة، وهم في أعمالهم. يعني أنت مثلا لو جيت على قضية زي قضية عدم التوازن، في أن فعلا في واحد بيروح المحاكمة في طيارة ولابس ترينج، واحد فعلا بيتجر من شعره عشان يروح المحكمة، أو فده مين يعني، أولا مين يرضى بده، ثانيا مين اللي هيعبر عن ده؟ يعني أنت الوقت لو كتبت ده في تقرير صحفي الناس هتقرأه، أوكي شخص يذهب في طائرة وشخص، لكن لو فنان بيصيغ ده هيوصل الرسالة أكتر. فديت برضه هموم الفنانين، يعني أحد الهموم الرئيسية للفنانين فكرة العدل، فكرة إن المجتمع يبقى متزن متساوي، إن مفيش ظلم. دي كلها إن الفنانين دول هم اللي بيكشفوا لنا، عندهم شوية يعني نظرة مستقبلية، يقولوا لنا المجتمع، وإحنا قلنا قبل الثورة كتير المجتمع رايح في 60 ده، يعني رايحين في مشكلة، وقلنا كتير جدا، وفي فنانين عبروا عن ده. يعني أنا شخصيا رسمت ميدان التحرير قبل الثورة ب4 سنين وهو مليان ناس، وكانت الناس بتقول لك هو فين ده، في الهند الكلام ده، لكن في فنانين كتبوا ده، وفي مفكرين اتكلموا عن ده بوضوح شديد جدا، وكانوا بيدقوا ناقوس الخطر، ان المجتمع خلاص وصل لمرحله من الضغط الداخلي انه هينفجر. فده الفنانين دول اهتماماتهم اساسا، ما هماش بينفصلوا عن السياسه، وما فيش فن ابدا بعيدا عن السياسه، لان هي السياسه يعني انك انت بتسوس الناس وبتنظم حياتهم. الفنانين هم ضمير المجتمع المفروض، يعني هم ان هم اللي بيعبروا عن المجتمع. تمام. فلازم يقولوا الكلام ده. حضرتك فكرني برضو مقولة مهمة جدا في مجال الفن، اللي بتقول ان الفن ليس نقلا للواقع، ولكن الواقع مادة للفن. بالظبط. ان الواقع ده بتبقى مادة انك انت تستخدمها في الفن. استاذي العزيز، بعد اذنك، القسم اللي انا قريته ده مين اللي كان كاتبه؟ يعني هقول لحضرتك، اشترك فيه مجموعة كبيرة، يعني الأستاذ خالد يوسف اشترك فيه، الأستاذ عادل حمود، الأستاذ يوسف القعيد، أنا كتبت جزء، والأستاذ جميل بخيت صاغه صياغة نهائية. حضرتك بتقول البنود، لا أنا بتكلم على القسم، على القسم نفسه. يعني هو احنا اجتمعنا كل واحد جاب قسم معاه وعملنا اللي هو القسم ان اكون مخلصا لقيم الحريه، اقسم بالله، يعني ده بالظبط جمع من كذا ومن كذا. بالظبط، احنا قلنا كل واحد يجيب معاه تصور لقسم، ففي الاخر وصلنا ان يبقى في قسم مشترك. وهو القسم يعني الخلاصه بتاعته فكره ان الحريه وحريه التعبير، وان احنا بنقسم ان احنا نحافظ على الحريه ديت كمنجز مهم لتطور اي مجتمع، وان احنا نقف جنب اي واحد، اي مواطن مهما كان اتجاهه، يعني اخواني، سلفي، علماني، اي مواطن تنتزع حريته في انه يعبر احنا هنقف جنبه مهما كان. يعني احنا انا لا يمكن ابدا ان انا يبقى بس دفاعي عن واحد بيدعو الى اطلاق حريه الفكر بلا قيود، وابقى واقف جنب واحد بيقول لا، الفكر المفروض يبقى له قيود. عاوزين نوصل من الحركة دي كلها اللي احنا بنعملها ان يحترم الرأي، بمعنى ان احنا كلنا نتناقش. يعني لو الاخوة السلفيين او الاخوة بتوع الحرية والعدالة او اي اخوة تانيين عندهم وجهة نظر مضادة، احنا مفروض نحترمها ونناقشها وندافع عن ان هو، لان المجتمع مش ممكن ابدا ان احنا بالقوه والقصر ناخد جزء منه ونحطه في الضلمه او في السجن او في كده، ونقول ان احنا بننعم بمجتمع، لا مش هننعم ولا حاجه. يعني وده كانت النتيجه في فصائل كتيره من المجتمع كانت مغيبه في السجون، ومغيبه في المنفى، مغيبه في الضلمه، ومغيبه بالضغط، كان المجتمع ناقص. وبعدين لما جت الانتخابات وشفنا منظر ان في جزء كبير جدا ومهم من المجتمع موجود بجد، في ناس اتفاجئت ان وفي ناس ما اتفاجئتش، بس الغالبية العظمى اتفاجئت ان الجزء ده موجود، لان احنا كنا تواطأنا مع نفسنا ان احنا نرضى ان في جزء من المجتمع، فصيل كبير ومهم، نرضى ان هو مكتوم نفسه وما بيتكلمش، عبرش عن نفسه. يعني لو تخيلنا ان من 20 سنة السلفيين كانوا موجودين وبيتكلموا، والاخوان كانوا موجودين وبيتكلموا وبنتناقش مع بعض، كنا الوقت هنبقى بنتكلم بشكل مختلف. فاحنا دلوقتي بنحاول نسابق الزمن
ونشتغل من الوقت بقى على مية بيضة زي ما بيقولوا، والناس كلها تتناقش والمجتمع يتسع للجميع ومصر تتسع للجميع. والله وصلنا لاتفاق ان اللي عاوز يلبس مايو على الشاطئ يلبس، واللي ما بيحبش ما يروحش هناك، صيغة ممكن تمشي والناس تناقش بعضها. والله ممكن مع الوقت بتاعت المايو دي تتنقب، يعني مش مشكلة، بس مش بالغصب ومش بالجبر، ولكن بالحوار. ده الهدف، يعني ان تحترم حرية الرأي ونوصل بالحوار لصيغة. استاذ محمد، بعد الاجتماع اللي حصل في نقابة الصحفيين ده، ايه الخطوة المستقبلية او ايه الخطوات اللي جاية؟ في خطوة جاية يوم 23 ان احنا هنعمل اول مسيرة، بنبدأ من الاوبرا الساعة 1 لغاية مجلس الشعب، بنسلم بيان الجبهة وتوصياتها لأعضاء مجلس الشعب او رموز من مجلس الشعب. بنقول فيها حاجتين: تمسكنا بحرية الرأي والتعبير والبحث العلمي كحاجة أساسية في تكوين المجتمع المصري، وفي نفس الوقت بنعلن ان احنا بنوافق على ان احنا نبدأ خطوات الشرعية. يعني بمعنى ان في، طيب خلاص، في مجلس شعب وفي أعضاء منتخبين وفي ناس انتخبهم الناس، احنا هنرضى بالصيغة ديت، وده دليل، ونشتغل بقى مع بعض، يعني نتناقش والبرلمان ده يحمينا يحمي الجميع. هل فكرتوا بان مجموعه من اللي كانوا موجودين في نقابه الصحفيين يروحوا يتناقشوا، مثلا يروحوا حزب الحريه والعداله، يروحوا حزب النور السلفيين، هل فكرتوا ان انتوا اللي تبادروا، ان كنتوا تروحوا لهم تزورهم وتقول لهم يا جماعه خلينا نفتح الحوار كذا 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 كذا؟ هو طبعا في المؤتمر ده كان موجود ناس كتير جدا من الحريه والعداله، كان موجودين واتصلوا بيا بعد المؤتمر وكده، وكانوا حاضرين. يعني كان انطباعهم ايه على الكلام اللي اتقال في المؤتمر؟ والله هو اللي كلموني بتوع الحريه والعداله وكان انطباعهم كويس جدا، وقالوا ده احنا ده اللي بننادي بيه برضو، ان يبقى في حريه وفي حريه راي. لكن هي ديت خطوة ان احنا كلنا لازم نتناقش، يعني حتى يعني انا هبقى سعيد جدا يحصل حوار مع السلفيين، لان في النهاية اصل احنا لازم، يعني احنا هنعيش في الأوضة دي مع بعض، يعني مفيش كده كده هنعيش مع بعض. فبدل ما نبقى يعني كل واحد عاطي ظهره للتاني، طب ما نتفاهم. هو بس يبقى في حاجة ثابتة عند الجميع، ما تمدش ايدك، يعني بمعنى كلم بلسانك ماشي حلو، بس ما تمدش ايدك، بمعنى انك انت تسمعني اسمعك، لكن لو ما عجبكش كلامي ما تطلعليش سكينه وتضربني. يعني في النهايه لازم نبقى متفقين ان ما فيناش من ضرب، يعني هنتحاور وهنوصل لمنطقه في النص. ولو سلم الجميع بان احنا الوطن ده بتاعنا كلنا ويتسع لينا كلنا، وان احنا عاوزين مصر ديت تبقى مصر مصرية، احنا عاملين زي شعار كده، يا ريت الاقي معايا، عاملين زي شعار كده اسمه مصر مصرية كده، يعني ده بمعنى ان مصر ديت بتاعتنا كلنا، بتاعت الاخوان والسلفيين والمسلمين والمتحررين، بتاعت الناس دي كلها، والناس دول كلهم مولودين على هذه الارض ولهم حق فيها. ولابد ان احنا كمان يعني نعمل على هذا الوجه المشرق بتاع مصر اللي بيعمل التاريخ، التاريخ القبطي والتاريخ الإسلامي، وإن التاريخ ده يبقى مادة دافعة، طاقة بنستمد منها كلنا الحركة للمستقبل. فمصر مصرية بمعنى إن مصر تبقى شكل مصر، يعني لا عاوزين نبقى شكل افغانستان ولا تركمانستان ولا اي حد، عاوزين نبقى شكل مصر، ولا شكل الدول العربيه بتاعه النفط، ولا شكل الدول العربيه اللي من غير نفط، ولا شكل اوروبا، ولا شكل امريكا، احنا عاوزين مصر تبقى شكل مصر. ده الهدف. يعني حضرتك ما حاولتش تفكر انك انت تعمل رسومات تشكيليه فن، لوحات فنيه يعني عن مصر مصريه؟ انا طول عمري شغال في لا يعني في الفتره اللي اشتغلت طبعا لا أو. شغال اشتغلت وعملت، يعني في معارض قريب لحضرتك ان شاء الله في اخر الشهر في معرض في الاوبرا هنا عن اسمه النبوءات، عن اللوحات اللي انا رسمتها متنبئا بالثوره، يعني تمام من 4 سنين حتى الان. يعني
استاذ محمد شرفتنا ونورتنا ونورت عقولنا برضو انه يعني هدف جميل جدا وهدف نبيل ما فيش حد يختلف عليه، اذا كان الاتجاه الاسلامي او الخط الاسلامي او العلماني او ان احنا كلنا في اوضه واحده وهنعيش مع بعض كده كده، فنتحاور عشان نوصل لمصر مصريه ان شاء الله. استاذ محمد عبلة الفنان التشكيلي واحد من مؤسسي جبهه الدفاع عن حريه الابداع، شكرا جزيلا لحضرتك فندم، نورتنا فندم. شكرا. فاصل وراجعين ومصر مصريه. صباح الخير.